نروح لخبر آخر، حيث أشاد مجلس الوزراء البحريني بنتائج القمة الثلاثية التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين في تعزيز التنسيق حيال كافة المسائل والمستجدات الراهنة، بما يعزز الجهود لحماية الأمن القومي العربي ويخدم مسيرة العمل العربي المشترك وشعوب المنطقة، إلى جانب دعم الجهود لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار. جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الإسبوعية أمس الاثنين برئاسة ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد الخليفة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين. وأكد المجلس أهمية لقاء الرئيس السيسي مع الملك حمد بن عيسى، لافتا إلى الحرص على تعزيز أوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة. حقيقة اللقاء كمان بتاع يعني ملك البحرين كانت من اللقاءات الهامة، واللي بتأتي أيضا في إطار التنسيق العربي المستمر ما بين مصر والدول العربية في هذه المرحلة. ده صحيح، هو الحدث إذا صح التعبير الحدث اللاحق الذي تم بالأمس لابد أن يربط بالحدث الحالي، وهو زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان، وقبله لقاءات بشكل مستمر وما يلحقه من زيارات متوقعة في الأيام القادمة، تمهيدا أيضا لزيارة بايدن للمنطقة. ما في شك أن وضعية مصر مع رمزية البحرين مع وضعية الخاصة بالأردن وتلامسها مع مجمل المصالح السياسية والاقتصادية للمنطقة مهم جدا جدا جدا، وهو أيضا بيؤكد على هذه الكلمة التي ثارت من كلاسيكيات العمل السياسي في الوطن العربي، وهي فكرة الأمن القومي العربي. مؤكد أن المنطقة العربية لأننا وإحنا فرادة يعني ضعاف، فلابد أن يستقوي بعضنا بعضا، وبالتالي في في أمن عربي موجود، وحطي بقى تحت أي سياق، أمن سياسي وهذا، أمن ثقافي موجود، أمن عسكري موجود، أمن طاقة موجود، أمن اجتماعي وفكري وهكذا. وبالتالي اللقاء الثلاثي الذي تم مع الملك مع السيد الرئيس وملك الأردن وملك البحرين يأتي أيضا في إطار هذا البعد العربي اللي بيؤكد أولويات العمل العربي في المرحلة القادمة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، للتطورات السابقة وربما التطورات اللاحقة فيما بعد. صحيح.